السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ضمن الحاجات المهمة جدا في موضوع الكلاشات كبيم كوردينيتور في ان انت بتشوف الكلاشات، ان مش كل الكلاشات هي كلاشات. يعني ايه مش كل الكلاشات هي كلاشات؟ يعني في كلاشات كتيرة بتبقى وهمية، يعني مثلا structure مع structure ده مش كلاش، يعني هو كله structure. تبدأ تشوف هل ده كلاش ده مش كلاش وهكذا. طيب انا دلوقتي فتحت مثلا كلاش ديتكتيف، بلاقي عندي حاجة اسمها رولز، دي اللي احنا هنشوفها مع بعض. طيب انا عايز اضيف كلاش ست، تمام. دي حاجات عملتها قبل كده، في حاجات كتيرة جدا زي ما انت شايف. كل واحدة من دول بيبدأ يعمل لي الكلاش مثلا هنا بين الميكانيكال اكيوبمنت وبين الاتشباك داكت وهكذا. طيب الرولز هنا بقول له تجاهل لو هما الاتنين في نفس اللير، تجاهل لو هما الاتنين في نفس الملف وهكذا. فممكن اقول له نيو واقول له تجاهل مثلا السيلكت ست دول، اول ما تلاقيهم تجاهلهم. فهو مثلا هقول له اختار ورك ست مثلا اللي اسمها كذا مثلا. مثلا يعني هديك مثال ان انا عايز اقول له تجاهل لما تلاقي مثلا انشائي مع انشائي تجاهله مثلا، على سبيل المثال. طبعا بيختلف من مشروع لمشروع، هنا طبعا تركيز على البايلز. فانا عايز اقول له مثلا لما تلاقي وول ستراكشر مع وول فاونديشن تجاهل ان ده كلاش. تمام اوكي. فعمل لي ايه اول ما يلاقي الكلاش دوت؟ يعني ايه في التقرير يعمل نو سولفيد ان هو ده مش كلاش اصلا. تمام. فتقدر تعلم ان اي حاجة موجودة بكلاش بين ده ودوت تجاهله. فدي من الحاجات المهمة جدا. انا مش عايز الاقي عندي تقرير فيه 5000 مشكلة منهم مثلا 4000 مشكلة مش حقيقيين، لا انا عايز اركز على 100 مشكلة اللي عاملين لي قلق، اللي هما ممكن يوقفوا الشغل في الموقع.